السلام عليكم اخوان. بالنسبه للموتور ان شاء الله ديال الدي سي ديال الداسيا، غادي نبدلو لي راشين. واول حاجه كنديروها كنهزو الطوموبيل بالكريك، وكنديرو كريك تاني كنديرو تحت الكارتر في البلاصه الصحيحه، تكون شي بلاصه صحيحه، ولا كدير قرطه ديال العود باش ما يتوقفش الكارتير، وكتطلع كترخف البورونات هذوك كتحيدهم، كيبقى الموتور على الكريك باش تخدم كيف ما بغيتي. هادشي اللي كاين الاخوان، غادي ان شاء الله نكملوا الحلال ديال البورونات ونرجعوا لكم ان شاء الله في الفيديو. هنايا الاخوان كيف ما كتشوفوا، بعد ما كنحلوا هاد الكاش ديال لافونت اللي لاصق فيه الكابسور ديال لا بومب هوت بريسيون، كنرخفوا ليه البورونات كنحيدوهم، ونشوفوا الطريقه الاخوان نكملوا الفيديو ان شاء الله. ملي نحيدوا هاد البياس ان شاء الله نكملوا الفيديو. بعد ما حيدنا الاخوان هذيك الكاش، راه كندوروا الموتور للسونسون كيدور في الاتجاه ديال اليمين ديال عقارب الساعه باش نكاليو الموتور. كيف ما كتشوفوا ان البلاكام راه فيها هاد الترو هنا باش كيركب كيتخشى واحد البولون ديال 10 ديال 13، هو سيرو 10 ولكن هو 13 في 13، كيركب تما فينا كيما كتشوفوا راه كيدخل ليبر تبعو. وهنايا بالنسبه للابومب ديال الهوت بريسيون، راه عندنا داك الروبير في الماكينه، انا غادي نشد عليه الكاميرا مزيان غايبان لكم. هي حيت دابا التليفون شادو ايد وكندور بايد الموتور، شانش كن مباشر الصور دابا ديال لاحظ، كنشدو داك الروبير كنديرو نيشان مع داك البولون اللي اون فاس معاه تما، هداك القنت خاص تجي يجي الروبير مقاد مع القنت ديال البولون. صافي، هدا هو الكلاج ديال الهوت بريسيون ديال لابون هوت بريسيون. كنجيو هنا لفين بروكا، كنشدو داك البينيو كديرو فيه روبير تما بالبلونكو، وكنهبطو لهداك البلوك موتور كنديرو فيه هو روبير مقاد مع الاخر كما كتشوفو، هو غايبان لكم واضح، هو يبان واضح دابا مقاد معاه، والكلافيطا الفوق راه مقاده مع البولون الفوقاني راه دير هذا الاخوان. دونك نحيدو الصنطة ديالنا، الطريقة باش منحيدوش بالطورنوفيس هنا ديال الطريقة، حيت لاشين راكبة، علاش مكاليتش انا في بروكان من البلاصة اللي القدامية اللي حتى الفريجيدية. صافي، نحيدو الصنطة ديال الطريقة قبل من يكونو في الطورنوفيس سالف تعيد. اخوان ان شاء الله بعد ما غادي نحيدو لاشين ونرجعو ليكم. هنايا الاخوان راه جاب مول الطونوبيل، راه جاب الكيت صين، جاب طاندور جديد هو هذا اللي في يدي، وجاب لاشين راه رونو دوريجين، وجاب مع الكروة ديال الاكسسوار، وجاب البولون والرونديلا ديال الفيل بروكان كيجيو في الكرتونه كاملين. هادشي اللي كاين بالنسبه هنا الاخوان، الطاندور ركبتو ولاشين ركبتها، راه كيجي داك النسيل في ديك الفتيحه، كاين واحد الفتيحه كيجي فيها السيين ديال الطاندور نيشان، هذاك هو الطانداج ديالها، ما تزيد ما تنقص جيبي وسط ديك الفتيحه صافي. سمحوا لي حيت ما وريتكمش كيفاش ركبت، حيت خدامه بوحدي في هذاك الشيء. علاش بالنسبه للطريقه ديال الكيلاج ديال الفيل بروكا، راه كاينه نقطه الفوق ونقطه لتحت ديال بالبلونكو، وكتجي كلافيطا الفوق مقدم مع داك البولون الفوقاني،
بالضبط هي نقطة في الجروب في البلوك موتور ونقطة في البينيو، داكشي راه واضح. الكلافيتر كتجي مقادة مع داك البولون تماك. سهلة الإخوان، كلشي واضح، راه البولون كيبان مزيان مع الكلافيتر والنقطة مع النقطة. هذه بالنسبة لها كانت مقطعش لاشين، كانت مقطعة، كدير طريقة باش كتجبد باش كتعرف البيستون طالع الفوق، تحيد الانجيكتور ولا تحيد البولون ديال العدل الفريجيديرة وتطلع البروميال وكيتلقط الكاليج ديالك. هنا كنركبو هاد البولي ديال البروكل اللي كتركب فيه الكرو داكسيسوار، كطيح كيطيح في الكلافيطة ديالو، كاينة واحد الفتيحة فيه كيطيح نيشان تماك. بالنسبة هنا الإخوان، هاد الكوفيرة ولا اش نقولو ليها، البياسة ديال ليفون راه كيكون راكب فيها الكابتور ديال البومب هوت بريسيون، ها هو الكابتور راه كيبان ليكم لاصق فيها. عندها أربعة البولونات، غادي إن شاء الله نزيرهم ونرجعو ليكم في الفيديو إن شاء الله. بالنسبة هنا الإخوان، راه كان الكرو ديال الألتيرناتور كنهبطو من الفوق، محضر الموتور من الفوق، وكنركبوها في البولي ديال فيلبروكا، كندور على الطندور وكندوروها على البولي ديال الكليماتيزاسيون، وكدوز على الالتيرناتور. هذيك هي التركيبه ديالها، شي حاجه سهله، غير انا ما لقيتش كيفاش غادي نفيلمي ونركب، حيت ضروري كتركب بجوج يدي. هنا صافي كتحط لي بات ديالك، كتهز الموتور شويه تحط لي بات، بات موتور عاد ثلاثه البولونات في الكاروسري في هاد لي بات اللي من هنا. وبالنسبه للبياسه ديال لي فوند راه فيها اربعه البولونات، غنزيرهم الاخوان ان شاء الله ونكملوا الفيديو. Hey Mark.